أشياء نقص المياه نعاني منها كثير يعني ممكن ما أقدرش ندخل لأنه ما بسمع والصابون برضه إذا أكتر نحن بعد كثير نقدر نأكل يعني يعني كان الوضع يعني من قبل كان مختلف علينا يعني قليل هذا الحمامات رجعت لنا نظيفة وفرت لحنا المياه ونشكر أمك جدا جدا طبعا هذه الأشياء حلوة لنا Before the bathroom it's not clear but now it's clear and we can use it so thanks for UNICEF and Japanese people for help my school and thank you